غزالات يا اختي. السلام عليكم غزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده. غزالات ديالي شوفوا داخله بصاكي محالتي حاله. مهم اليوم الفتنه البنات، الفتنه كنجري من قنت القلت. كان عندي طبيب السنان البنات، مشيت للطبيب ديال السنان، خرجت من طبيب السنان مشيت تسخرت، يلا ها البنات جات لقيتوني يلا قطعت الخضره. مهم غادي ندير الدجاج، هانتوما كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الدجاج غنقطع. ما تضحكوش عليا، انا بصاكي ما عنديش الوقت وخاصني نخمل وخاصني البنات نجمع، والله العظيم الى واحد الروينه كبيره البنات. المهم الغزالات ديالي غادي ندير الغدا، كنت باغا ندير الطاجين الصراحه. البنات الطاجين انا كيعجبني ولكن ما عنديش الوقت، ما عنديش الوقت خاصني الكوكو تفرر. صافي باش ندورها البنات عاد غادي نجمع داك الشيء الشي لاخر وغادي ندير سميتو. قولوا لي البنات كي جاتني اختي الكيطمه، ايوا كنا مغرب ايوا ديما مغرب ان شاء الله مربوحه مربوحه يا لاله بجوج لزيرو. والله العظيم البنات عرفتي كنجري ونجاري، عرفتي علاش كنجري ونجاري؟ باش ندير لكم فيديو، والله العظيم باش ندير لكم فيديو، ما نخليكمش بلا فيديو، ندير لكم فيديو وعاد ديك الساعات الا قديت الا قديت نقدر ندير لكم البنات لايف ملي نكون كنتفرج في المنتخب الا قديت. المهم الغزالات ديالي دابا غادي ندير الغدي وان شاء الله غادي ندير دجيجه بطيطا يا اختي وخيزو. انا كتعجبني حتى بالجلبانه، الجلبانه البنات ما بقاش ليا، ما بقاتليش. صافي الغزالات ديالي دابا غادي نرد الغدا وخليكم معايا ما تمشيو فين. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا اختكم بالمحيفضه باش تعرفوا الفتاه الدنيا والانسان بوحدو يدوب بوحدو، ما حداه والدين ما حداه حتى شي حد. الغزالات كيف جيت من الزنقه مكعمه كان عندي البنات الصباح عامر ما نعاودش لكم، جيت دخلت بصاكي ما عنديش الوقت باش نحيد الصاك، كنقول داك الوقت اللي غنحيد فيه الصاك غادي ندي فيه بزاف الوقت. والله العظيم دخلت عرفتي بصاكي ايوا انا برا رديت بعدا الغدا هو الاول البنات، لان الغدا مهم وكيدير وقت فهمتوا البنات. رديتو ودرت هذاك البصله ودرت الدجيجه ونزيد اخواتي زويته زويته اخواتي زويته اخواتي. المهم الغزالات ديالي هنايا قشرت خيزويات وبطيطات ايوا يا اختي، حنايا شعب البطاطا وشعب الخبز، حنا ماشي اختي الناس الكلاس، حنا اختي ناس شعبيين وبنات البلاد وبنات الزيت والخبز اختي. الله يعز البلاد والله يعز المغرب. مهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا سميت الكوزينه هنايا دابا كلها تلمعات، غادي نرد الغدا وغادي نديرو الخدوي هذا اللي كنت شاركته معكم ديجا ديال البنات، خديته من اكسيو. هذا الغوز هذا كينقي كلشي، التلفازه البلاكارات اي حاجه اي حاجه البنات. اما هذا كاين الخضر كاين الزرق، هذا كيكون خاص ديال مثلا غير الكوزينه، اما هذا كيصلح لكلشي. صافي البنات غادي نمسح هذا الكوزينه هذه بشحال هذه ما مسحتها. المهم غزالات وخليكم معايا. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا هنايا رانا كنجبد الكارت باش نفسح كنهضر مع راجلي، عرفتوا واش دار ليا البنات؟ هرس ليا هذيك اللعيبه اللي كتشد في الريدو ومشى صايبها وقال لي عاود هرسيها، شد فيا قلت له سير تنعس هرستيها وجي ترمي علينا بلاك داير ليها الكولا قلت له جي نهار طيح. وشوف بعدا حتى انا كي كنخيب وجهي وكي دايره. الانسان هو اللي خاص يصور راسو ملي يكون كيدابز ولا مشد ماشي باش يعرف الملامح البنات ديالو كي دايره. المهم الغزالات ديالي هاد البرودوي هذا البنات انا سالا ليا خصني نعاود نجيبو. المهم انا راه مشاده انا وراجلي وكنمسح وكنهضر معاه وكنقول يا اختي بحال دوك العاقيسات العقروشات هكا كان البنات. المهم البنات مكاين المسيح المسيح المسيح، راه كيف ما كنقول لكم ديما البنات والله الغزالات ديالي وما تكونوا قادين على الابيض كاع ما تشريوه، ولكن البنات نقول لكم واحد الحاجه، الابيض راه كيفتح الكوزينه. شي اللي كتقول لك البيض لا وكيطاشا، والله ما كيطاشا شي طاشات، بالعكس والله ما كيتوسخ دغيا وكيبيض كيضوي حتى الكوزينه بالنسبه الى كانت الكوزينه مظلمه اولا ما كتدخلهاش الشمس. المهم الغزالات ديالي دابا انا هنا هبطت البلاكارات، نعم اسيدي كنمسح فيهم من البنات لتحت. اودي تحياتي للمغرب كلشي يا اختي، الكيطمه ديال المغرب يا اختي والمنتخب المغربي موروكو. المهم الغزالات ديالي انا قاعده كنهضر انا وراجلي وكنمسح يا بنيتي في البلاكارات كيف ما قلت لكم البنات.
اللي عندها الكوزينه ما مضوياش ما كتدخلهاش الشمس مزيان، وخا عندها الشرجم وكل شيء، البنات الكوزينه بيضه كتساعد كتعطي الاضاءه. سبحان الله الكوزينه بيضه مخيره مخيره، كتعطي المنظر وما كتوسخش دغيا، والله العظيم ما كتوسخ البنات دغيا. مهم الغزاله انا دايره بحال ديك العقروشه، راه قاعده كنمسح ونعاود نمسح ونعاود يا اختي، والحداقه كتشتت مني برا ومني لداخل يا اختي يا اختي. وقول للراجل في الكومونتيرات يزيدني في الصداق يا اختي، ولا ديني الدنمارك، الدنمارك فيها البرد، ديني القطر. المهم الغزالات يا اختي راني نمسح ونقول ما مسح ديك الكوكوط، راه رديتها راه كتصفر عليا هنايا. المهم الغزالات ديالي هانتوما، راه كنزيد عاد نفشفش هذيك الفشفاشه دابا، راه سالي لي داك البرودوي البنات اللي فيها. وهنايا الغزالات عاوتاني راه كنمسح هاد ميكروفيلا، بالدويتش سميتها ميكروفيلا، اسبانيول سميتها ميكرو ميكرونداس. المهم البنات احنا في المغرب كنقول لها ميكروندا ميكرووند، كل واحد اش كيقول لي على حسب البلد واللي انتي فيه. المهم انا رديت داكشي كيشعل كيشعل يا اختي وكيشقشق يا اختي، وشحال الراحه النفسيه ملي كتكوني خشي الدار تضوي الكوزينه يا اختي يا اختي يا اختي. وكل شيء المنتخب الاحمر قال لك الاحمر عند من ربي يا ربي. انا جيت لهاد خيزو يا اختي والبطاطا وغنبدا نقرض يا اختي، ونبدا نشخشخ يا اختي، ونبدا نملخشي كيطيح في الارض وشي اشي 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 في الدار اشي في الطاوه وشي اختي في الارض. المهم البنات غادي نقطع بيطيطي وزريويطي اختي هكذا على اربعه اصافي، وطحن الباكيط. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا خدكم راه مجتهده. المهم الغزالات ديالي هانتوما هنايا كيف ما كتشوفوا، ضربتها لك بواحد التشفيفه فاعله تاركه. الغزالات ملي كيدوزني انا الحال وكنلقى الحال مزير اش كندير؟ كنبدا بالكوزينه هي الاولى، الغداء هو الاول عاد كنمشي للشيء الاخر. اما ملي كنكون البنات الكوزينه عندي مرونه كنبدا بالروينه ديال الكوزينه كنحيدها ليا عاد كنخرج للصالون. كانت الكوزينه نقيه كنبدا بالصالون والبيت وعاد كندخل ندير نصب الغداء، يعني على حساب كل واحده البنات وكيفاش يعني كيخدم شغله. صافي هنا البنات رانا جففت وراني كنجفف عاوتاني من الجهه الاخرى وغنسالي وعاوتاني غنعاود كنعاود من جوج حتى ثلاثه المرات، لان البنات الغبره كتدخل لي ما عرفتش ملي كتدخل لي وبناتي كيتمشاو لي بالحفاه. ديما مغرب البنات، ديما مغرب، ديما مغرب، ربحنا جوج لواحد. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا البنات مشينا انا والزوج ديالي نفرحوا الفرحه الكبيره البنات اللي في دورتموند، اللي شنقول لكم دورتموند تقلبات فاعله على راجلي غادي وكيصوني، ما نعاودش لكم واحد الاجواء جد جميله، العيالات الرجاله اللي جايب مراته فرحانين، اللي جايب وليداته، ما نعاودش لكم البنات. انا ناشطه انا وراجلي عرفتوا، ما نعاودش لكم. كان واحد الحفل جد كبير جدا، الفرح ديال المغاربه خارج المغرب، رحنا فرحانين خارج المغرب او داخل المغرب. تبارك الله ما شاء الله علينا، ان شاء الله العقبه الكاس العالم ان شاء الله يا ربي، وفرحتنا كبيره حنا واخا خارجين من البلاد. المهم البنات
البنات شغنقول لكم الفرحه كبيره جدا. تبارك الله صغاري وكل شيء زوين ما شاء الله. المهم بزاف صافي البنات. المهم انا داخله البنات ديالي هكذا. كانت الفرحه كبيره خارج المغرب، واخا حنا خارجين المغرب ولكن راه كنفرحوا معكم، واخا في المغرب واخا في اي بلاد. المهم الغزالات حنا فرحتنا كبيره، وكيف ما كتشوفوا كان واحد الحفل او واحد الفرحه كبيره جدا جدا للمغاربه ديالنا، وفرحنا وضحكنا شويه وفوجنا ونقزنا وعبرنا على الفرح ديالنا. المهم الغزالات ديالي وريتكم الاجواء كيف دايره، وتقاسمت معكم الاجواء كيف دايره. الحمد لله ربحنا العقبه ان شاء الله، المقابله القادمه ان شاء الله والربح وان شاء الله، وديما مغرب وفيف لو ماروك. الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوني انا ناشطه يا اختي، انا زماني اي يا اختي ناشطه وطالقه، عمرك شفتي السبع كيتخلع يا اختي؟ طالقين الماسك يا اختي والحيوح يا اختي في دورتموند، ودورتموند يا اختي تقلبات سفاعله على لا ما نعاودش لكم البنات. واحد الاجواء مغربيه 100% ما نعاودش لكم البنات الاجواء كيف دايرين.